الابيض على هدف التعادل. جاء الهدف الثاني ثنائية من علي هارون في الدقيقة 57، والآن الهدف يأتي، الهدف الثاني بعمل كبير من لوكيل، كرة مرتدة من الحارس سيفور. هنا تقدم لوكيل، هنا راوغ، هنا تقدم وصوب، صدها سيفور في المرة الأولى ولكنه عجز عن صدها في المرة الثانية. هارون في المكان المناسب يمنح التقدم والانتصار بشكل رسمي. أقول بالنسبة لمولودية الجزاء، ثاني أهداف هارون في ثاني مبارياته مع المولودية هذا الموسم. صارت النتيجة 2-0 قبل 4 دقائق عن نهاية المباراة. يا له من سيناريو، ويا له من هدف، ويا له من أداء مثالي للمولودية في الشوط الثاني.